القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم مشاهدينا. تنافسات لا تنتهي بين الولايات المتحدة والصين على العديد من المستويات سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا، في الوقت الذي يشهد إعلان مسؤولين أمريكيين عن زيارة مرتقبة لبكين ويقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا الشهر. هذه الزيارة التي من المنتظر أن تساهم في تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن. الخلافات بين الصين والولايات المتحدة ومستقبل المنافسة هو موضوع مطروح للنقاش. إذا مشاهدينا، رغم توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أكثر من ساحة، يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى الصين في 18 من يونيو الجاري بحسب مسؤولين أمريكيين. هذه الزيارة تم تأجيلها منذ فبراير الماضي في أعقاب حادث توغل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة. الأمر الذي وصفته الأخيرة بالتجسس الصيني على أراضيها، ما دفعها لتوقيع عقوبات جديدة على الصين. زيارة وزير الخارجية الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل تعد الزيارة الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي كبير منذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في أكتوبر 2018. الأمر الذي يشير إلى تعقيد المشهد بين بكين وواشنطن مؤخرا في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية وأيضا التكنولوجية. على مدار الشهور الأخيرة تصاعد الموقف بين الصين والولايات المتحدة في جزيرة تايوان تحديدا عقب زيارات متتالية لمسؤولين أمريكيين للجزيرة وإجراء الصين مناورات عسكرية هناك. ومؤخرا أعلنت تايوان رصد عبور 10 طائرات حربية صينية لخط الوسط الافتراضي لمضيق تايوان. وتصاعد المشهد بين بكين وواشنطن في تايوان كونها المنتج الأكبر لأشباه الموصلات عالميا، ما يزيد من التنافس التكنولوجي بين الجانبين الصيني والأمريكي. أيضا مشاهدينا، خلال الفترة الأخيرة وتحديدا كثفت الولايات المتحدة جهودها لإعاقة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تعد عنصرا رئيسيا في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والأسلحة والمعدات العسكرية. وتحديدا في أكتوبر الماضي فرضت واشنطن قيودا على صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، ما أدى لتقديم بكين شكوى ضد واشنطن إلى منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات. ومن ساحة التكنولوجيا إلى ساحة صراع جديدة تتعلق بمجال الفضاء تحديدا. في مطلع العام الجاري توالت التحذيرات من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من محاولات الصين للسيطرة على أكثر المواقع الغنية بالموارد على سطح القمر، خاصة بعد إعلان الصين اعتزامها لإطلاق مهمة قمرية آلية بحلول عام 2025، ردا على تهميش الولايات المتحدة لها تحديدا في الاتفاقيات الدولية للفضاء. إذن الموقف في منطقة المحيط الهادئ بين الصين والولايات المتحدة لم يختلف كثيرا، حيث أثارت اتفاقية أوكوس الموقعة بين أمريكا وبريطانيا واستراليا غضب الجانب الصيني، لا سيما وأن هذه الاتفاقية تسمح بتزويد واشنطن ولندن لأستراليا بالغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ما يعني أن الدول الثلاث يملكون قوة بحرية ضاربة في المحيط الهادئ. مشاهدينا، تدرك الصين جيدا أن هذه الاتفاقية تستهدف بالأساس محاصرتها وتقليص نفوذها في جزر المحيط الهادئ بعد تعدد زيارات المسؤولين الصينيين لهذه الجزر وإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية شاملة بين الصين وثماني دول بالمحيط الهادئ بهدف تأمين بحر الصين من التحركات الأمريكية ومنع تكرار سيناريو أوكرانيا في آسيا. إذن أزمات متتالية بين بكين وواشنطن لا تنتهي في مجالات عدة تنذر دائما بتصعيد محتمل بين الطرفين، ولكن توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين
تفتح آفاقا جديدة للحوار بين البلدين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة الاستقطاب التي بات يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة. يبدو أن أبعاد التوتر القائم بين الصين والولايات المتحدة يمتد إلى جوانب متعددة، ومن أبرز ملامح هذا التوتر يتمثل في التنافس حول زيادة النفوذ تحديداً في القارة الإفريقية. يبدو أن أبعاد التوتر القائم بين الصين والولايات المتحدة يمتد إلى جوانب متعددة، وأبرز ملامح هذا التوتر يتمثل في التنافس حول زيادة النفوذ في القارة الإفريقية. وعلى مدار الأعوام الماضية، سارعت الولايات المتحدة والصين إلى استغلال الثروات الطبيعية في إفريقيا. المشروعات التجارية والاستثمارات الأمريكية توسعت في إفريقيا بموجب قانون أجوا، الذي ساهم في إبرام أكثر من 800 صفقة تجارية بين القارة وواشنطن، ودعم المشروعات الأمريكية في قطاعات الأعمال الزراعية والطاقة المستدامة في عدة دول إفريقية. على الجانب الآخر، انتهزت الصين الفرصة لزيادة نفوذها في إفريقيا بالتوسع في المشروعات التجارية المشتركة وتحديث البنية التحتية هناك في السنوات الأخيرة، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدار 13 عاماً الماضية. كانت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية المتعلقة على أمن الغذاء العالمي وأمن الطاقة الدولي كانت دافعاً قوياً لاحتدام هذا التنافس الصيني الأمريكي مؤخراً داخل إفريقيا، نظراً لاحتوائها على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، ما يعزز دورها دولياً في الاندماج في سلاسل التوريد، خاصة وأنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو الزراعي منذ نحو عقدين من الزمن، كما أنها تعد مصدراً مهماً للمعادن والطاقة، ما يمنحها ميزة تنافسية بالنسبة للمستثمرين. وبين الاستثمارات الأمريكية والمشروعات الصينية يبقى السؤال قائماً، كيف يصبح مستقبل التنافس بين بكين وواشنطن في إفريقيا؟ إذن لنبدأ النقاش، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية، وأيضا من بكين ياي تشين هو الصحفية الصينية، ومن واشنطن مسعود معلوف دبلوماسي سابق وخبير في الشؤون الأمريكية، ومن الكويت رولان أبي نجم مستشار في أمن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأيضا أهلا بكم مشاهدينا. إذن أبدأ من القاهرة دكتور أحمد، يعني بحسب مسؤولين أمريكيين سيقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة مرتقبة الأسبوع المقبل، تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي كبير منذ زيارة وزير الخارجية السابق منذ عدة سنوات، وهذه الزيارة لها دلالات بالطبع مهمة جدا، وتوقيت الزيارة، مدى تأثير هذه الزيارة على مستقبل التنافس بين بكين وواشنطن؟ تحياتي لك مارينا ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. في الواقع أن زيارة بلينكن التي تأجلت في منذ فبراير الماضي على خلفية أزمة منطاد التجسس الصيني، هذه الزيارة هي تأتي في سياق أحد فروع الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين، وهي سياسة الجزرة إضافة إلى سياسة العصا، إضافة إلى مسار الصراع، مسار العقوبات، مسار
مواجهة الصين وتحجيمها، هناك مسار آخر تنتهجه واشنطن وهو الاحتواء وإدارة الاختلاف والتنافس مع الصين، والذي تحول في الشهور والفترات الأخيرة من مستوى التنافس إلى مستوى الصراع، سواء كان على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الجيوسياسي في كثير من المناطق. الزيارة تأتي في هذا المسار الاحتوائي أو سياسة الجزرة وإدارة الاختلاف والتنافس مع الصين الذي دشنه الرئيس بايدن في لقائه مع الرئيس شي جين بينغ في قمة 20 في بالي في نوفمبر الماضي. لكن هذا المسار هو تراجع قليلا وانخفض منسوبه في مقابل ارتفاع منسوب المسار الآخر، وهو مسار الصراع والصدام والتوتر سواء في بحر الصين الجنوبي، مضيق تايوان بالطبع على خلفية المسألة تايوان، أو فيما يتعلق بمناطق أخرى في إفريقيا في الشرق الأوسط، أو فيما يتعلق بالفضاء، أو فيما يتعلق بملف التجسس سواء المنطاد الصيني أو اكتشاف أخيرا قاعدة تجسس صينية في كوبا. هذا المسار واشنطن تريد تبريد إلى حد ما هذا المسار، هذا مسار السخونة ومسار الصراع والتوتر، لأن الصدام أو انفلات الأمور وخروجها عن إلى المواجهة سيكون له تكلفة كبيرة على الجانبين، ولذلك هي حريصة على أن يبقى هذا العلاقة مع الصين في إطار التنافس وليس الصدام أو الصراع. من هنا تأتي أهمية هذه الزيارة، هي لن تؤدي لتطبيع العلاقات ولكن على الأقل ستضع، ولكن هل هذا قابل للتطبيق؟ يعني هل فكرة أن تكون العلاقة كما حضرتك ذكرت في إطار التنافس وليس الصراع، هل هذا في ظل تصاعد الأحداث في العالم بشكل عام ودخول ملف الحرب الأوكرانية الروسية في المشهد بين الصين والولايات المتحدة، هل هذا قابل للتطبيق؟ أنا في اعتقادي أن من يتوقف على هذا السياسة الأمريكية ذاتها، بمعنى آخر أن السياسات الأمريكية من وجهة نظر الصين هي التي تنفع هذا المسار التوتر على حساب مسار الحوار والتنافس بين الجانبين. السياسات الأمريكية في تايوان، الانتشار العسكري أو ما تعتبره الصين استفزازا وتحرشا بالسيادة الصينية والأمن القومي الصيني فيما يتعلق بمسألة تايوان أو الانتشار العسكري في بحر الصين الجنوب، وهي المنطقة الحيوية الأساسية والفناء الخلفي لأمريكا. يعني أمريكا عقدت اتفاقية عسكرية مع جزيرة بابا غينيا الجديدة في المحيط الهادي، اعتبرته الصين تهديد لأمنها القومي. أيضا فيما يتعلق بسياسة العقوبات الأمريكية، فيما يتعلق ببناء شركات أمريكية ضد الصين، يعني تحالف كواد الرباعي، أمريكا الهند اليابان أستراليا، اتفاقية أوكوس أمريكا أستراليا بريطانيا، حشد مجموعة السبع ضد الصين، كل هذه السياسات تعتبرها الصين هي نوع من الاستفزاز الأمريكي ولا تساهم في تحقيق هذا التنافس والحوار. ولذلك بدأت الصين ترد بسياسة مقابلة، سياسة العصا مقابل العصا والحوار مقابل الحوار. رفض وزير الدفاع الصيني مقابلة وزير الدفاع الأمريكي بناء على طلبه في منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، لأن الصين تعتبر أيضا أن فرض عقوبات أمريكية على وزير الدفاع الصيني غير مقبولة، أن السياسات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي غير مقبولة، أن كل منهما يتهم الآخر بما يسمى الإكراه. أمريكا تقول الصين تتبع سياسات الإكراه الاقتصادي فيما يتعلق به نفوذ الصين الاقتصادي في أفريقيا في دول متعددة، والصين تقول أن أمريكا تمارس دبلوماسية الإكراه. وبالتالي الزيارة، فعالية الزيارة ونتائجها ومخرجاتها هي متوقفة على مدى تفاهم الطرفين على القضايا، ليس حل القضايا العالقة ولكن على الأقل وضع ضوابط لإدارة هذه القضايا سواء ملف تايوان. سأعود إليك مرة أخرى للحديث حول تفاصيل أكثر حول ما هي الضوابط بشكل مفصل، ولكن أذهب إلى واشنطن. سيد مسعود، يعني تعقيب حضرتك في البداية حول رأي دكتور أحمد، وأيضا ما النتائج المرجوة من هذه الزيارة؟ يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الزيارة في العلاقات الصينية الأمريكية؟ أولا تحية لك، تحية لضيوفك الكرام، وتحية للمشاهدين الكرام. الزيارة هامة جدا في الوقت الحاضر، لأن العلاقات الأمريكية الصينية هي على أسوأ ما كانت عليه في 50 سنة الماضية. يعني في خلال نصف قرن لم تكن العلاقات الأمريكية الصينية على حدة هذا السوء الذي نراه حاليا.
وقد أجلت كما تفضل ضيفكم الأستاذ أحمد من القاهرة، شرح أسباب الخلافات وشرح إمكانية الحلول وطرق معالجتها. أنا شخصيا أؤيد ما تفضل به، وأعتقد أن هذه الزيارة على أهميتها طبعا لن تحل المشاكل، لن يكون هنالك عودة للعلاقات العادية بصورة فجائية مباشرة بعد الزيارة. هنالك أعمال كثيرة، قرارات ينبغي أن تتخذ من هذا الفريق ومن هذا ومن الفريق الآخر، خطوة من هنا وخطوة من هناك تدريجا للوصول للعودة إلى العلاقات العادية، ولكن هذا الأمر صعب في الوقت الحاضر لأن الخلافات قوية جدا وفي مجالات عديدة، ويصعب التراجع المباشر عن قسم من هذه الأمور. مثلا مسألة جزيرة تايوان، لا تستطيع الولايات المتحدة بين ليلة وضحاها أن تغير سياستها تجاه دعم تايوان مع أنها تعترف بسياسة، ولكن ألا يمكن أن تكون هناك بعض الضوابط لوضع العلاقة في إطار المنافسة وليس في إطار العداوة؟ طبعا هنالك هذا أمر هام جدا، وينبغي أن تعود العلاقة إلى المنافسة وليس إلى العداوة. الولايات المتحدة ممتعضة بعض الشيء ومنزعجة من التوسع الصيني في مناطق كثيرة من العالم، خاصة في أفريقيا وطبعا في الشرق الأوسط، نتيجة العلاقات المتطورة والمتقدمة التي حصلت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والصين، وخاصة بالنسبة إلى أفريقيا أيضا. ومن هذا المنطلق دعا الرئيس بايدن في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي إلى قمة أفريقية أمريكية في واشنطن، حضرها 49 رئيس دولة ورئيس حكومة من أفريقيا في واشنطن، وقد وعدت الولايات المتحدة باستثمارات كبرى وبمساعدات كبرى، كل ذلك في طريق منافسة الصين. هنا الموضوع لا يتعلق بعداوة، هذا موضوع منافسة، من يستطيع أن يستميل الدول الأفريقية أكثر إلى جانبه، من يستطيع أن يساعد. نحن نعرف جيدا حاجات أفريقيا إلى التطور، إلى الإنماء، إلى التعليم، إلى الصحة، في هنالك أمور كثيرة، وهذا من مصلحة أفريقيا أن يكون هنالك تنافس بين الدولتين، ولكن العداء أمر مختلف تماما. أيضا بالنسبة إلى التجارة العالمية، لقد سبق للرئيس السابق دونالد ترامب أن باشر حربا تجارية مع الصين. الرئيس بايدن الحالي لم يوقف هذه الحرب، ولكن ربما يمكن القيام هنا ببعض الخطوات، تخفيف الرسوم الجمركية من الطرفين على الآخر. هذه أمور ممكن أن تحصل، ولكن لن تحصل مباشرة بعد زيارة الرئيس وزير الخارجية بلينكلن إلى الصين. يضاف إلى ذلك أن هنالك رغبة من الولايات المتحدة بتحسين بعض الشيء العلاقات مع الصين، وعدم السماح لها بزيادة من التوتر. أعلن ذلك الرئيس بايدن بنفسه الشهر الماضي في قمة هيروشيما في اليابان، عندما قال في مؤتمره الصحفي بانتهاء القمة بأنكم سترون قريبا بعض التحسن في العلاقات. وفي الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي بالذات زار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، هو المسؤول عن علاقات الولايات المتحدة مع دول شرق آسيا، مع المسؤولة أيضا في مجلس الأمن القومي، زار الصين يوم الاثنين الماضي وتباحثا مع نظرائهما. هذه أمور جيدة. كذلك نسمع أن وزير المسؤول عن قضايا المناخ جون كيري قد يزور الصين قريبا، وسمعنا أن رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرن في خلال شهر مايو الماضي قام بزيارة إلى الصين. كل هذه الأمور هامة جدا وهي خطوات متتالية. كذلك وزراء التجارة من الصين ومن الولايات المتحدة التقيا على هامش اجتماعات أبيك
في واشنطن الشهر الماضي، يعني في 25 من الشهر الماضي، يعني كل هذه. وأهم موضوع، أهم لقاء حصل كان في 10 و11 من شهر مايو، أي منذ شهر بالضبط، لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نظيره الصيني في فيينا، يومين متتاليين عقدا اجتماعات. كل ذلك كان تمهيدا لزيارة الرئيس الوزير بلينكلن إلى الصين، وهذه ستكون خطوة هامة، إذ تم الآن الإعداد المسبق لمثل هذه الزيارة التي ألغيت منذ شهر فبراير. ولكن يعني سيد مسعود، هذه نعم. الزيارة لم تتأكد من الناحية الصينية، أو لم يوجد تصريحات لتأكيد هذه الزيارة من الجانب الصيني. وأذهب مرة أخرى إلى بكين، سيدة ياي تشين هو الصحفية الصينية، إذن أنا أعلم أن مسؤولين أمريكيين فقط هم من أعلنوا عن هذه الزيارة المرتقبة، ولكن كيف يتناول الإعلام والصحافة الصينية ربما بوادر زيارات أو تقارب لمنافسة بين الولايات المتحدة والصين؟ مساء الخير، تحياتي إلى سيدتي الكريمة وإلى ضيفينا الآخرين وكذلك عموم المشاهدين. صدقت وسائل الإعلام الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيزور الصين قريبا، وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم في بكين، وعند سؤال عن هذا الخبر قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس لديه أي معلومة بشأن هذا. في الحقيقة لاحظنا أن الجانب الأمريكي قد نشر مؤخرا أخبار بشأن زيارة بلينكن للصين قريبا، لكن الجانب الصيني رفض تقييم احتمال مثل هذه الزيارة. كما نعرف أنه كان أن زيارة بلينكن توقفت بسبب بعض التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مهما كانت من الأحداث المناطقة المدنية وغيرها من الأحداث. ولكن من جانب الصين أكد الصين مثل هذه الاتهامات الأمريكية ليست ضد الصين ليست لديها أي أساس من الصحة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نلاحظ أن هناك بعض الاختلافات وبعض بعض التوترات بين الجانبين الصيني والأمريكي في مسألة تايوان وبعض الصين الجنوبي وغيره، وكل ذلك طبعا أدار بالعلاقة الصينية الأمريكية. ولكن خلال هذه الفترة يمكن أن نلاحظ مثل ما يعني تفضل الأستاذ قبل قليل، أن الجانبين الصيني والأمريكي قد أجرى بعض تبادلات رفيعة المستوى بينهما، مهما كان يعني بين الوزيري تجارة الصيني والأمريكي، وهناك زيارة أو هناك زيارة الوفد الرفيع وفد الأمريكي رفيع المستوى للصين. وكل ذلك يمكن أن يعني كل ذلك أرسل رسالة الرسالة إيجابية لتحسين العلاقة، أو فتح يعني لتحسين العلاقة بين البلدين. وحسب تصريحات الصين فإن القنوات للاتصال بين الصين والولايات المتحدة مفتوحة دائما، ولكن أهم شيء هو يجب على الولايات المتحدة أن تحاول أفعالها إلى أقوالها إلى الأفعال بشأن تحسين العلاقة بين البلدين. يعني أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقول من جهة أنها تريد تحسين علاقتها مع الجانب الصيني، ولكن من جهة أخرى تتخذ بعض الإجراءات لتتويق الصين في مجالات المختلفة. ولكن يعني في هذه النقطة تحديدا، لماذا برأيك تم الإعلان من قبل مسؤولين أمريكيين عن زيارة مرتقبة، وعلى الجانب الآخر لا يوجد أي تصريحات ولا يوجد أي علم كما ذكرت منذ قليل من الجانب الصيني؟
نعم طبعا، كان وخاصة خلال هذه الفترة يمكن نلاحظ أن الجانب الأمريكي قد اتخذ بعض الإجراءات المضادة ضد الصين. مثلا كانت هناك المدمرات الأمريكية قد عبر بشكل غير شرعي البحر الصيني الجنوبي، وكان هناك أيضا يعني اتصالات غير شرعية بين الولايات المتحدة وسلطة تايوان، وذلك يعتبر مخالفا لمبدأ الصين الواحدة. يعني هذا عدم الإعلان من قبل الجانب الصيني ربما يعتبر تعبير عن الرأي الصيني، له علاقة بقبول أو رفض هذه الزيارة؟ ولكن يعني حسب من جانب الصيني، أكد الصين طبعا أن قنوات الاتصال والتبادل بين الصين والولايات المتحدة مفتوحة دائما. وأعتقد أن الصين يعني يلتزم داي أن تلتزم دائما بتطوير وتحسين علاقاتها مع الجانب الأمريكي، لأن هذا يسوب مصلحة كل جانب من الجانبين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعتقد أولا يعني لم تقدم الصين أي تقديم أي تقييم لاحتمال هذه الزيارة المرتقبة لبلينكن للصين. أعتقد ذلك يعني يعتبر أن الصين تريد الولايات المتحدة أن تصحح أفكارها أو عقلانيتها تجاه الجانب الصيني وتجاه علاقاتها مع الجانب الصيني. وهذه العلاقات أيضا لها علاقة بتحديات، لها علاقة بكيفية يعني صناعة أو توجه صناعة الرقائق الإلكترونية في ظل التوترات السياسية الراهنة. أذهب بهذا التساؤل إلى الكويت سيد رولند، يعني كيف ينعكس هذا التوتر السياسي على صناعة الرقائق الإلكترونية؟ أول شيء مساء الخير لأليكسيت مارينا ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. بطبيعة الحال الصراع الأمريكي الصيني هو منقسم لعدة أقسام، أكيد في صراع سياسي، في صراع اقتصادي، بس أكيد الصراع التكنولوجي وخاصة بموضوع الرقائق السيمي كوندكترز، وهلأ كمان مع تطور الصراع لمواضيع الذكاء الاصطناعي والأي آي وبرامج الأي آي. فنحن هلأ إذا بنشوف موضوع الرقائق والسيمي كوندكترز، شفنا قد إيه كان الصراع كتير قوي بين أمريكا والصين، وشفنا كيف هلأ الولايات المتحدة عم تعمل استثمارات كثير كبيرة ب إذا بدك المصانع اللي هي اوريدي بمحل معين عم تصنع هول تشيب، وعم تمنع بمحل معين هول الرقائق تروح على الصين. بس بنفس الوقت هذا الموضوع إذا بدك رح يسبب ضربة كمان للشركات الأمريكية، لأنه بالنهاية مثلا شركة انتل واحدة من أهم الأسواق تبولها لتصريف المنتجات تبولها هو الصين. شفنا كمان بموضوع شركة تسلا وإيلون ماسك وزيارة إيلون ماسك للصين بهذا الإطار، ويلي كمان في إيلون ماسك إجا قال بمحل معين، وهن كل العالم تعرف أن الصين هي تاني أكبر إذا بدكم مركز لتصدير أو إذا بدكم بيع سيارات تسلا بالمنطقة، وكمان بالنسبة له من أفضل المناطق لتصنيع سيارات تسلا ولبيعهم، مش بس لموضوع رخص اليد العاملة، لأنه بتقدر أنت بالصين يكون عندك كل عدد إذا بدك الأشخاص الكفؤين من المهندسين وغيرهم، إنتاج كمان الرقائق وغيرها، تصنيع والتجميع والبيع كله بيكون ببلد واحد. فإذا بدك أنا بوافق على كل سبب وقالوه لضيوفك الكرام، إنه بمحل معين أمريكا والصين يعني فينا نسميه الحب المستحيل، يعني اثنيناتهم بحاجة لبعض بكل شيء بدهم ينعمل على صعيد التكنولوجيا وغيرها وعلى موضوع التصنيع والتوريد والبيع وغيره، وبنفس الوقت في صراعات. برأيك من الأقوى تكنولوجياً؟ هلا هذا الموضوع انا برايي دائما هذا السؤال بنسال من ناحيه ما في ولا اي دوله مسيطره كليا على كل الصناعات او على كل التكنولوجيا بالمطلق. في يعني الان هل الموضوع يقاس من الناحيه الماديه ام من ناحيه الابحاث ام الخطوات المطبقه بالفعل، على اي اساس يقاس؟ هو بيقاس اذا بدك بيس على الاندستريز، بيس على القطاعات معينين. يعني احنا هلا اذا بنشوف بموضوع الذكاء الاصطناعي، الشركات الامريكيه وتحديدا اوبن اي اي ومايكروسوفت وجوجل، هن هلا بس تحكي ذكاء اصطناعي بتحكي عن شات جي بي تي وبتحكي عن بارد، هول اذا بدك اهم تطبيقين. سمعنا الصين منعوا شات جي بي تي واكيد رح يمنعوا بارد، ورح يكون عندهم هن عم بيصنعوا برامج الذكاء الاصطناعي الخاص فيهم. بس هذا موضوع برجع بقول باطار المنافسه، بس الاساس واللي بلشوا فيه هن الشركات الصينيه. بموضوع السيمي كوندكترز شفنا الصين هي بحاجه لسيمي كوندكترز اللي عم بتصنعوا بالولايات المتحده عبر شركات انتل وغيرها،
خاصة انه شفنا هلا انتل طلع، وحتى انفيديا شركة انفيديا الامريكانية طلع الفاليو تبعولها بارقام قياسية وصلت لتريليون دولار من وراء موضوع انه عندها التشيب يلي بحاجة له بتصنيع برامج الذكاء الاصطناعي وغيرها. فكلمالك انا برأيي انه هذا الموضوع الدولتين بحاجة لبعض، بس بنفس الوقت عم بينظموا اذا بدك الخلاف بيناتهم تيقدروا يتفادوا ما تكون المنافسة بشكل اذا بدك عدائي، ويقدروا بمحل معين ينظموا هذا الخلاف تيقدروا الشركات ان يستفيدوا كمان من بعض. على مدار الأعوام الماضية أيضا صارعت الولايات المتحدة والصين لاستغلال الثروات الطبيعية في أفريقيا. هذه النقطة المهمة والتي طرحها ضيفي من واشنطن مسعود معلوف، أذهب بها إلى دكتور أحمد من القاهرة. ما مستقبل التنافس الأمريكي الصيني في أفريقيا؟ وأيضا بعد قليل أعود إليك سيد مسعود لأسمع رأيك أكثر في لمن ستكون الغلبة. إليك دكتور أحمد. نعم مارينا، إفريقيا تعد أحد الساحات الكبيرة للتنافس والأمريكي الصيني. أمريكا كانت في السابق تركز على الأبعاد الأمنية والاستراتيجية، يعني محاربة الإرهاب في شرق إفريقيا، لديها تواجد عسكري، وأغفلت وتجاهلت الأبعاد الاقتصادية، مما ترك فراغا كبيرا ملأته الصين. الصين دخلت إفريقيا من المقاربة والمدخل الاقتصادي، وحاولت أن تقدم نفسها للدول الأفريقية أنها ليست مختلفة عن الدول الاستعمارية التقليدية التي تنهي بالثروات. الصين دخلت باستثمارات دولة، استثمارات في البنية التحتية، القوى الناعمة الصينية في مجال مساعدة إفريقيا في مكافحة كورونا، يعني امتلكت العديد من أوراق الميزة النسبية التي مكنتها من أن تصبح الشريك التجاري الأول مع إفريقيا. حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والصين يتجاوز الـ 250 مليار دولار، بينما هو مع أمريكا لا يتجاوز 20 مليار دولار، ورقم ضئيل. وبالتالي بالمنظور الاقتصادي، بالمنظور الصين هي الغالبة، لأن أمريكا تعتمد في علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا على القطاع الخاص، والقطاع الخاص ليس لديه الحوافز التي تمكنه من الاستثمار في إفريقيا في ظل الصراعات، في ظل حروب أهلية، في ظل إرهاب. حتى عندما عقدت القمة الأمريكية الأفريقية في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني وسد الفراغات، فإن الأوراق التي تمتلكها أمريكا للدول الأفريقية ما زال محدودة، ما تزال تركز على البعد الأمني. هناك الآن تنافس كبير على الثروات، وأعتقد أنه يتجاوز فقط أو لا يشمل فقط الصين وأمريكا، هناك روسيا، هناك اليابان، هناك دول أوروبية، هناك تركيا، يعني هناك دول متعددة. أنا في اعتقادي كما أشار البعض أنه يمكن لأفريقيا الاستفادة من هذا التنافس الدولي وتعظيم المطالب الأفريقية، بمعنى الاستفادة من المدخل الاقتصادي الصيني، الاستفادة أيضا من المدخل الأمريكي الاقتصادي، التكنولوجيا، التوسع في الطاقة النظيفة وهذه التكنولوجيا المهمة، أيضا الاستفادة منها أيضا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في تسوية الصراعات. لكن ستظل إفريقيا باعتبارها القاطرة الاقتصادية القادمة للاقتصاد العالمي الذي يسعى للتعافي، سيكون هناك صراع أو تنافس شديد ما بين الصين وأمريكا، حتى الآن هو في صالح الصين. هل تتفق سيد مسعود مع رأي دكتور أحمد؟ إلى حد بعيد، مع العلم أود أن أوضح أن العلاقات الأمريكية مع أفريقيا ليست ثابتة، فالرئيس السابق دونالد ترامب ابتعد عن أفريقيا بقرار منه هو بنفسه، ووصف الدول الأفريقية بعبارات غير لائقة إطلاقا، لا أسمح لنفسي بتكرارها. ربما هناك مشكلة ما في الصوت، سأعود إليك سيد مسعود، ولكن دعني أذهب الآن إلى بكين حتى يعني نرى هذه المشكلة التقنية. أذهب إلى بكين، يعني سيدة ياي تشين، هو ما رأيك تحديدا في هذه النقطة؟ لمن ستكون الغلبة في أفريقيا؟ بشأن هذا أعتقد أن الصين تتخذ دائما سياساتها الخارجية السلمية تجاه أي دولة من دول العالم، وخاصة يعني وأعتقد أن ذلك من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة مهما كانت مع الدول الغرب أو في الدول الإفريقية. يمكن أن نلاحظ أنه خلال هذه السنوات قامت الصين بتعزيز
عملت الصين على تعزيز تبادلاتها الاقتصادية والتجارية وكذلك تعزيز استثماراتها في الدول الإفريقية مهما كانت في البنية التحتية أو في تعزيز التجارة الخارجية في مختلف المجالات مع الدول الإفريقية. وأعتقد يمكن نلاحظ أن كل هذه التبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري أولا يجري على أساس المساواة المتبادلة، وأعتقد أن ذلك يختلف أما قامت به أو تقوم به بعض الدول الغربية في الدول الإفريقية. هذا ليس يعني يمكن يعني نلاحظ أن ذلك أن الجانب الأفريقي يعني بعض الدول الإفريقية أكدت ذلك أيضا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن نلاحظ أن الصين تقوم بتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية. هذا لا يوجد، هذا يعني يجري لا يوجد أي ظرف مقدم يعني الإضافي فقط من أجل تحقيق الفوز المشترك، يعني وكل ذلك يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مهما كانت للصين أو للدول الإفريقية. وأعتقد أن معظم الناس يمكن أن يرون أن هناك العديد من المنشآت الأساسية التي تم بنائها في الدول الإفريقية كانت يعني تحت رعاية أو تحت التعاون بين الصين وهذه الدول. أعتقد ذلك يعني أولا يمكن أن يساهم في تحسين الحياة لمستوى الحياة للشعوب الأفريقية، ومن جهة أخرى تحقيق المنفعات المتبادلة لكل جانب من الجانبين الصيني والإفريقي. بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن الصين يعني تعمل على تعزيز تعاونها وتبادلاتها مع الدول الأفريقية. هذا بسبب أن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، ودائما يعني تعمل على تحقيق بناء المسيرة المشترك للمجتمع، مثل ما أكده الرئيس الصيني شي خلال هذه السنوات، ومبادرات سلمية لتنمية ول يعني بناء المسيرة المشتركة لمجتمع مسيرة مشتركة لكل في كل العالم. بعد الفاصل أيضا يعني سيدة يايتشين سنتحدث أيضا عن نقطة هامة وهي المشكلة الدائرة حول تيك توك والتجسس تحديدا. ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدينا ابقوا معي بعد الفاصل، مزيد من التفاصيل والشرح والنقاش في مطروح للنقاش، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بكم مشاهدينا وضيوفي الكرام من جديد. هذا مطروح للنقاش، وحلقة اليوم وموضوع اليوم هو شكل ومستقبل العلاقات الأمريكية الصينية. أعود مرة أخرى إلى واشنطن أستاذ مسعود، أهلا بك مرة أخرى. إذا كنت تتحدث عن لمن ستكون الغلبة تحديدا في أفريقيا، إليك.
نعم، من الصعب جدا تحديد لمن ستكون الغلبة، لأن الموضوع هو موضوع سيأخذ وقتا طويلا من التنافس بين الولايات المتحدة والصين، والأمر أيضا متوقف على قرارات الإدارة الأمريكية بالذات، لأن هذه الإدارة تتغير باستمرار، كما نعلم كيف أن الرئيس السابق دونالد ترامب ابتعد كثيرا عن أفريقيا واستعمل عبارات غير لائقة تجاه هذه الدول. وأما الرئيس بايدن منذ تسلمه الرئاسة حاول أن يعيد العلاقات الجيدة والتنمية والأمور كثيرة مع دول أفريقيا، هذا من جهة. ربما تتغير الإدارة مجددا، هنالك انتخابات رئاسية العام المقبل، ولا نعرف بالضبط من سيفوز في هذه الانتخابات وكيف ستكون مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه أفريقيا. ولكن الأمر المهم هو الدولة التي ستفوز بمنافستها مع الدول الأفريقية هي الدولة التي ستعطي اهتماما أكبر للدول الأفريقية من ناحية الإنماء والصحة والتجارة والتعليم. نعرف أن الصين منذ عقود من الزمن بدأت وباشرت اهتمامها بأفريقيا خاصة بالبنى التحتية، والآن بعد الانسحاب الأمريكي أيام الرئيس السابق ترامب ازداد الاهتمام الصيني بأفريقيا. ولكن علينا أيضا أن نتنبه إلى أن الصين وضعت كثيرا من الدول الأفريقية في وضع المتدين الذي عليه موجبات مالية كثيرة تجاه الصين، يصعب على هذه الدول والوفاء بهذه الأمور، أي أنها لم تكن هي منح من الصين إلى الدول الأفريقية في بناء البنى التحتية وغير ذلك من الاستثمارات، بل كانت في قسم كبير منها ديون وقروض إلى الدول الأفريقية قد يصعب على بعض هذه الدول إعادتها، أي أن الأمر ليس بهذه السهولة. بالإضافة إلى أن دولا أفريقية عندها مواقف إيديولوجية إما مؤيدة للصين إما مؤيدة للولايات المتحدة بصرف النظر عن أمور كثيرة أخرى، لذلك يصعب من الآن معرفة من سيتولى من سيفوز في المنافسة في أفريقيا بين الولايات المتحدة والصين. ولكن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، سيأخذ إدارة أمريكية واعية لأهمية أفريقيا، وأيضا سنرى كيف أن الصين ستتعامل مع الديون الأفريقية التي هي ديون لها للصين. هذا أمر معقد جدا، ولكن سيستمر مدة طويلة من الزمن. أفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه المنافسة استفادة كبرى. سنتحدث عن كيف يمكن الاستفادة من هذه المنافسة، لأن هذه نقطة هامة بالطبع. ولكن ينضم إلينا من هونغ كونغ عماد المديفر، الباحث في الدبلوماسية العامة والمتخصص في الشأن الصيني. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن ما تقييمك للتواجد الصيني في أفريقيا، وما مدى تأثير هذا التواجد على المنافسة مع واشنطن؟ يعطيكم العافية جميعا، أسعد الله مساءكم وحييك سيادة العزيزة وحيي ضيوفك الأعزاء. طبعا في الواقع يعني نحن اليوم نتحدث عن دولة وقوة عالمية عظمى لديها قصة نجاح ملهمة. يعني الصين اليوم عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ورغم هذا العدد المهول من التعداد السكاني استطاعت باقتدار أن تحقق حجم تقدم تنموي واقتصادي هائل من خلال النمو المستمر الحقيقة منذ التسعينيات وحتى اليوم، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين 7 إلى 12%، ودون توقف فهو الأعلى في معدلات التنمية في العالم. تضاعف على إثرها الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدى العقدين الماضيين 15 ضعف من 737 مليار دولار إلى 11.2 تريليون دولار. وبالتالي فنحن اليوم أمام دولة تعد حاليا أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية، والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث القوة السوقية، ومتوقع الحقيقة أن تصبح الأكبر مع نهاية العقد الحالي. استطاعت من خلال تجربتها الملهمة هذه إسقاط الحقيقة نظرية عالم الاقتصاد الغربي مالتوس حول الديموغرافيا والسكان والأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي، تتحدث عن علاقة عكسية بين الديموغرافيا والسكان، عدد السكان والأمن الغذائي
ووفاء الاقتصادي، وبالتالي تصبح الصين اليوم مصدر إلهام للنماء والازدهار لعديد من الدول النامية. إذن يمكن للصين وتحديدا الدبلوماسية الصينية أن تلعب دورا في المعركة مع واشنطن؟ الحقيقة يعني هذا التحول العظيم لم يأتي من فراغ أستاذتي العزيزة، يعني هذا النجاح الباهر الصيني ولد من رحم المعاناة، وبالتالي هنا تظهر القوة الناعمة الصينية جاذبة وبراقة وخالقة للأمل، انبثقت من فكر سياسي واقتصادي مستنير استلهم التجربة الرأسمالية من منظور الماركسية الجديدة. هذا من جانب. من جانب آخر، التنمية الصينية الحقيقة اعتمدت بالأساس على أمرين أساسيين، عملية الإنتاج وعملية البيع والتوزيع. بطبيعة الحال هذه العجلة الاقتصادية الأضخم تحتاج إلى موارد أساسية وإلى الطاقة، وبالتالي عملية الانبوت تمثل لهذه العملية، وكذلك الأسواق المستهلكة هي عملية أوتبوت، وبالتالي فإن ما ستجده الصين في أفريقيا ومنطقتنا العربية هو بكل تأكيد أيضا يحقق مصالحها. وهنا ظهر أمامنا فيما يخص يعني التواجد الصيني في أفريقيا، هي تنظر له من منظور المصالح الجوهرية للصين التي لا ترتكز فقط على الاهتمام بالموارد الطبيعية في أفريقيا، بل تمتد لتشمل أبعاد سياسية واقتصادية وتجارية، وتحقق أهدافا جيوسياسية جنبا إلى جنب مع أهدافها الجيو اقتصادية. طيب تحديدا فيما يتعلق، عفوا المقاطعة في هذه النقطة، ولكن فيما يتعلق بزيارة مرتقبة للصين وهذه الزيارة المنتظرة، ربما هل ربما تحدث فارق في ملفات عدة مثل تحديدا ملف تايوان والصراع الدائر حول هذا الملف تحديدا؟ بالضبط، هو لابد من العودة إذا ما تحدثنا عن ما كيف يعني الدبلوماسية الصينية ودورها في المعركة مع واشنطن، يعني لابد من العودة إلى الجولة التي قام بها مطلع العام الحالي وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانغ بعد أيام من تعيينه في منصبه، حيث زار أفريقيا وزار 5 دول أفريقية في مؤشر على أن المرحلة القادمة سوف تشهد الحقيقة احتدام التنافس الصيني الأمريكي على أفريقيا. وكذلك طبعا جولة وزير الخارجية الصيني بدأت وكأنها يعني أول ردة فعل صينية على القمة الأمريكية الأفريقية التي تعهدت من خلالها واشنطن بمنح القارة السمراء حوالي 55 مليار دولار كمساعدات. والصين طبعا أيضا على أثر ذلك طبعا أقالت وزيرها السابق يعني بعد أسبوعين من القمة الأمريكية الأفريقية التي استضاف فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة الأفارقة في واشنطن في إطار مساعي إدارته الحثيثة لمواجهة ربما لهذه الزيارة، زيارة بلينكين ستكون لها انعكاسات عدة، ولكن يعني كانت ضيفتي من بكين منذ قليل تتحدث أن لا يوجد تأكيد من الجانب الصيني لهذه الزيارة. أذهب سريعا وأخيرا إلى الكويت مرة أخيرة إلى السيد رولاند. إذن كان منذ قليل ضيوفي يتحدثون حول أهمية وكيفية استغلال أفريقيا لهذا التنافس وهذا الصراع بين الجانب الأمريكي الصيني، وتحديدا في مجال التكنولوجيا، كيف يمكن الاستفادة وأيضا كيف يمكن التأثير من الجانب الأفريقي على الجانب الأمريكي والجانب الصيني أيضا؟ أول شيء نحن نعرف بطبيعة الحال أنه كل الانفراستراكشر البنى التحتية للدول النامية وحتى الدول المتطورة، يعني إذا نطلع مثلا بالكويت كل الانفراستراكشر تبول الأبراج والتاورز والراوترز تبول الانترنت والفايبر كونكتيفيتي وغيرها أغلبيتها أجهزة صينية من هواوي وغيرها من البراندز، لأنه أوريدي الشركات الصينية بموضوع التكنولوجي بتصنع بإكويبمنت بالأسعار إذا بدك منخفضة، لأنه بتشتغل على الماس، بتشتغل إنه تقدر تبيع بكميات كتير كبيرة، وهذا الشيء كتير بيساعدها لأنه مثل ما قلنا الدول النامية ما عندها إذا بدك الكاباسيتي الإمكانيات المادية تقدر تستثمر بأجهزة أو إكويبمنت أمريكية أو غيرها، تقدر بمحل معين تبني الإنفراستراكشر تبولها، فهذا الشيء ساعد أوريدي هواوي أو إذا بدك الشركات الصينية وتحديدا هواوي تقدر تعمل سبريد تنتشر بدول كتير كبيرة مثل الدول العربية وحتى على بموضوع أفريقيا. فأنا برأيي موضوع المنافسة بالأسعار، خاصة أنه مثل ما سبق وذكروا كل ضيوفك أنه الصين أوريدي عم تحكي عن أكثر من 1.3 مليار شخص موجود هناك، عندهم قدرة التصنيع بيشتغلوا 24/7 24/24، المعامل عندها استمرارية بالعمل
بثلاثة شيفت، كل شيفت 8 ساعات بيشتغلوا 24 ساعة، فهذا الشيء بخليهم يصنعوا كميات كتير كبيرة من الأجهزة والإكويبمنت يلي بتساعد بالبنى التحتية والإنفراستراكشر بموضوع التكنولوجيا، وبتساعد تكون عم تبيع بكميات أكتر بأسعار أقل منافسة على هذا الموضوع. هذا الشيء أنا برأيي رح يكون الباب الأساسي مثل ما قدت فاتت على دول كتير عربية وغيرها، تقدر تفوت على الدول الأفريقية. وبتخيل بأفريقيا منهم فاتين بالصراعات السياسية أنه لا أنا بدي الأجهزة يكون أمريكانية أو صينية أو من كندا يلي هي أنبايس كونتري أو غيرها من المواضيع. أي دولة بتيجي بتأمنهم الانفراستراكشر اللازمة بالنسبة لهم بسعر مقبول، ومثل ما تذكر ضيفك الكريم أنه ما تكون عم بترتب عليهم ديون كمان باهظة تيقدر الدواء على المدى الطويل، كمان هذا الشيء رح يكون عم يمشوا فيه. بشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، ومن بكين ياي تشين هو الصحفية الصينية من هونغ كونغ، عماد المديفار الباحث وتحديدا في الدبلوماسية العامة والمتخصص في الشأن الصيني، ومن واشنطن مسعود معلوف الدبلوماسي معالي السفير وخبير الشؤون الأمريكية، ومن الكويت رولان أبي نجم مستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. كنا مع حضراتكم ونقاش حول مستقبل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، تحديدا في ضوء الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مسؤولين أمريكيين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين. غدا حلقة جديدة وموضوع جديد مطروح للنقاش، دائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.